احنا عندنا قناة ان شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم ان شاء الله قبل ما تروحوا اليوم باذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. تعرفوا بيك السلام الصالح خلص بيك تعرفنا على الشركة وعلى المهمة اللي عندك. طبعا انا مندوب شركة اركان الديار للمقاولات والاستثمارات العقارية، جينا لمدينة الكفرة لقيام سد امني على حدود مدينة الكفرة. تقريبا كم المدة اللي تقدر تستحق والله ممكن في حدود الاربع شهور. مسافة سد كم تحكي؟ 160 كيلو. على كامل الكفرة؟ على نطاق الكفرة بالكامل. يعني هو على حسب ما سمعنا انه هو سد ومعاه اخرى فيه خندقة. يعني شنو متوقع انت المهمة كيف حتكون؟ والله ان شاء الله مهمه موفقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بارك الله فيك. اشتركوا